السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال الفرق ما بين الاكل، الكمية ديال الاكل في فصل الصيف والكمية ديال الاكل في فصل الشتاء. فصل الشتاء ماشي من لازم يكون فصل الشتاء ولكن فصل بارد. كما كتلاحظوا معايا كاع الناس اللي رباو الارانب ديالهم في فصل الصيف، لاحظوا ان الارانب قلوا في الماكلة ديالهم. في هذا الشهر بالضبط سمو الارانب كيوليو كيديروا في الاكل، كيوليو كياكلوا الاكل بزاف اكثر من اي شهور اخرى. علاش؟ لان كيكون المرحله ديال الصيف فاتت عليهم، يعني كيكونوا يعني بحال اللي تقهدوا بالصيف بالحراره ديال الصيف. دابا كيوليو يفلفلوا، حنا كنقولوا بحال اللي كيفلفلوا، سمو كيوقع كيوليو انهم اللي عطيتيه لهم كياكلوه. بالنسبه للكبار مشكل وبالنسبه للصغار مشكل. علاش؟ لان شحال من واحد كيربي الارانب كيكون عاد مبتدئ، كيشوف باللي الارانب ديالو بداو كياكلوا او عاد مبتدئ في هذه الفتره بالضبط، كيقول باللي راه ما حدهم كياكلوا، راهم مزيانين نعطيهم الماكله بزاف. وهي لا، خطا، هذا خطا شائع. ديما سواء كنتوا مربين قدام او مربين عاد جداد، ديما منين هذوك الارانب ديالكم كتحسوا بهم النظام ديال الاكل ديالهم تبدل، حاولوا انكم ما تمشاوش معاهم هما. راه كاينه واحد اللقطه كيسميوها في تربيه الارانب تجويع الارانب. تجويع الارانب ماشي هي نصوموهم ونقتلوهم بالجوع، لا، تجويع الارانب وهو اننا نبقاو نعطيهم في يعني في وقت محدد، في اما في الصباح، داك الشيء خصو يكون وجبات، اما ثلاثه الوجبات اما جوج الوجبات. بحال دابا انا هنايا راني عاطيهم هاد الذكر وهاد الصغار هادو، سمو كنعطيهم غير الخبز مدقوق. علاش؟ لان هادو في مرحله ديال التسمين، ما يمكنش انا غادي نبقى نصرف عليهم انا في السيكاليم باش غادي مثلا ملي غادي يكبروا غادي نكسبهم، لا، انا هادو كلهم دايرهم باش نسمنهم ونعاود فيهم البيع. يعني ماشي من لابد انني ندير السيكاليم، هذوك الامهات تما ممكن انني ندير السيكاليم، ورغم ذلك ماشي السيكاليم نشوفهم كياكلوا بزاف انني غادي نبقى نعطيهم بزاف صافي، لانهم راهم عندي امهات نبقى نعطيهم بزياده، لا، كل حاجه عندها الضوابط ديالها. حاولوا انكم تشوفوا هذا الفيديو هذا وترافقوا بفيديوهات اخرين على حسب ديال يعني كمية الأكل الموصى بها لكل أرنب حسب السن. يعني خاص تكون عندكم واحد الضوابط نتوما ماسكين الأرنب ديالكم. واخا تشوفوه هو باغي ياكل بزاف، خاص المربي أنه يحكم راسه. بحال دابا أنايا عطيتهم في الصباح هادو لأنني باغي نسمنهم، كنعطيهم ثلاثة الوجبات. ممكن أنني نعطيهم دابا عاوتاني فترة ديال المهم غادي نعطيهم انايا ثلاثه المرات، فتره ديال الصباح، الفتره الصباحيه والفتره ديال الظهيره، يعني في الوقيته ديال الغداء فين كنتغداو حنا، والفتره ديال الليل. الليل حاولوا انكم تكثروا لهم شويه لان كيكون البرد كيبغوا ياكلوا. بالنسبه لهادو العمر شهرين باقي ما درت لهمش الابره، ولكن الكميه ديال الاكل كنت كنعطيهم غير مره واحده في فصل الصيف، وجبه واحده كنعطيهم طاس ديال الياغورت كنملؤ لهم بهذا الخبز مدقوق. من بعد وليت كنحس بهم كياكلوا، يعني ما كيخليوش، هذه الحديده كتولي زنكه، كتولي هكا ما فيهاش حبه ما فيهاش، لانهم كياكلوه كيساليوه. سمو وليت كندير، وليت كنعطيهم اكثر. دابا هو الذكر تبارك الله انا حطيت له واحد الكميه راه كلاها، ولكن واخا هكاك ما خصوش نخليه بحال هكا بدا يسمن، راه السمونيه عاوتاني ما خدامالوش، لان كيكون الله يستر كيتصاب بالتهاب العرقوب، لان الوزن ديالو كيولي كيأثر عليه وكيولي كيتجرح من رجليه. هذا ناهيك ملي كيبغي يطلع فوق النتوى انه كيطلع وكيبقى يتخبط في الكاج برجليه، تما كيتصاب بالتهاب العرقوب. اذا الحلقه ديالنا يعني الملخص ديالها وهو ان واخا تشوفوا الارانب ديالكم بداو كيطلبوا الماكله اكثر لان الجو بارد، كاين يعني اختلاف ما بين الصيف والجو بارد، حاولوا انكم تعطيهم في وجبات
مثلا ثلاثه الخطرات ماشي مشكل، ثلاثه الخطرات غير هي ماشي هاد العلافه ديما تكون عامره، لا تخليهم حتى يكملوا هاد الشيء تيولي ما كاينش فته عاد باش تعطيهم. ان الا عطيتيهم ديما الماكله حداهم ما خداماش، لان غادي يبقاو هما اصلا كيبقاو ينفروا الماكله لان ديما قدامهم، غادي تحس بهم ماشي هما هادو. اذا الحلقه ديال النهار هي هذه، كنظن انها تكون راقتكم ويعني تكون واحد المعلومه مفيده ان شاء الله. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.